الأصحاح الرابع. ورجع يسوع من نهر الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس، فاقتاده الروح في البرية 40 يوما وإبليس يجربه، وما أكل شيئا في تلك الأيام حتى انقضت فجاع. فقال له إبليس: إن كنت ابن الله فقل لي هذا الحجر أن يصير خبزا. فأجابه يسوع: يقول الكتاب: ما بالخبز وحده يحيى الإنسان. وأصعده إبليس إلى جبل مرتفع وأراه في لحظة من الزمن جميع ممالك العالم، وقال له: أعطيك هذا السلطان كله ومجد هذه الممالك، لأنني أملكه وأنا أعطيه لمن أشاء، فإن سجدت لي يكون كله لك. فأجابه يسوع: يقول الكتاب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وأخذه إبليس إلى أورشليم وأوقفه على شرفة الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فألق بنفسك من هنا إلى الأسفل، لأن الكتاب يقول: يوصي الله ملائكته بك ليحفظوك، وهم يحملونك على أيديهم لئلا تصدم رجلك بحجر. فأجابه يسوع: ولكن قيل: لا تجرب الرب إلهك. وبعدما جربه إبليس بكل تجربة فارقه إلى حين. ورجع يسوع إلى الجليل وهو ممتلئ بقوة الروح القدس، فذاع صيته في جميع تلك الأنحاء، وكان يعلم في مجامعهم فيمجدونه كلهم. وجاء يسوع إلى الناصرة حيث نشأ، ودخل المجمع يوم السبت على عادته وقام ليقرأ، فناولوه كتاب النبي إشعياء. فلما فتح الكتاب وجد المكان الذي ورد فيه: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأنادي للأسرى بالحرية، وللعميان بعودة البصر إليهم، لأحرر المظلومين، وأعلن الوقت الذي فيه يقبل الرب شعبه. وأغلق يسوع الكتاب وأعاده إلى خادم المجمع وجلس، وكانت عيون الحاضرين كلهم شاخصة إليه. فأخذ يقول لهم: اليوم تمت هذه الكلمات التي تلوتها على مسامعكم. فشهدوا له كلهم وتعجبوا من كلام النعمة الذي يخرج من فمه، وقالوا: أنا هو ابن يوسف؟ فقال لهم يسوع: ستقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشف نفسك، فاعمل هنا في وطنك ما سمعنا أنك عملته في كفر نحوم. وقال لهم: الحق أقول لكم، لا يقبل نبي في وطنه. وبحق أقول لكم، نعم، كان في إسرائيل كثير من الأرامل في زمن إيليا، حين توقف المطر 3 سنوات و6 أشهر، فحدثت مجاعة شديدة في البلاد كلها، وما أرسل الله إيليا إلى واحدة منهن، بل أرسله إلى أرملة في صرفة صيدا. وكان في إسرائيل كثير من البرص في زمن النبي أليشع، فما طهر الله أحدا منهم إلا نعمان السوري. فلما سمع الحاضرون في المجمع هذا الكلام غضبوا كثيرا، فقاموا وأخرجوه إلى خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليلقوه منها، لكنه مر من بينهم ومضى. ونزل إلى كفر ناحوم، وهي مدينة في الجليل، وأخذ يعلم الناس في السبت، فتعجبوا كلهم من تعليمه، لأنه كان يتكلم بسلطان. وكان في المجمع رجل فيه روح شيطان نجس، فصاح بأعلى صوته: آه، ما لك ولنا يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله. فانتهره يسوع، قال: اخرس واخرج من الرجل. فصرع الشيطان الرجل في وسط المجمع وخرج منه من غير أن يصيبه بأذى. فاستغربوا كلهم، وقال بعضهم لبعض: ما هذا الكلام؟ بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج.
وذاع صيته في تلك الأنحاء كلها. ثم ترك المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان مصابة بحمى شديدة، فتوسلوا إليه من أجلها، فدنا منها وانتهر الحمى فتركتها، فقامت في الحال وأخذت تخدمهم. وعند غروب الشمس جاء الناس بمرضاهم إلى يسوع، وكانوا مصابين بعلل مختلفة، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاه، وخرجت الشياطين من مرضى كثيرين وهي تصرخ: أنت ابن الله! فكان يسوع ينتهرها ويمنعها من الكلام لأنها عرفت أنه المسيح. وخرج يسوع في الصباح فذهب إلى مكان مقفر وبحث عنه الناس، فلما وجدوه تمسكوا به لئلا يرحل عنهم، فقال لهم: يجب علي أن أبشر سائر المدن بملكوت الله، لأني لهذا أرسلت. ومضى يبشر في مجامع اليهودية.